وفي العهد يا الزمت قال لك شكون تنحمى كتغني وترد على راسك كتقول انا عن عمل غني شاطر مستوى مختار مدعي ما تختار من سيد الرئيس تفضل لك كلمه خصنا تكافؤ الفرص للرداء حنا كتهضر مع واحد الموقع وكتبان حنا هنا مدفونين ما عرفنا والو حنا لا صح اسمح لي كمواطن حقك شكرا سيد الرئيس سيد ممثل السلطه السادة والسيدات المستشارات المحترمات رجال الصحافة أيها الحضور الكريم نحن الآن ليس بدورة عادية ولكن نحن في منتصف الطريق ونقطة نظام لا أهتم بالشكل ولكن أهتم بالمواطن في إطار المضمون فعلا مواطن مدينة طنجة ونحن في بني مكادة جزء لا يتجزأ من مدينة طنجة عرف المشهد السياسي مؤخرا ما بعد دورة مشروع تعديل الميزانية منعطف خطير جدا وكانت مستجدات وكانت أحداث وكانت حروب على مستوى الفيسبوك وكانت حروب على مستوى الإعلام وكانت حروب في الكواليس وبالتالي لوح في الفضاء السياسي عدة مصطلحات خطيرة جدا تمس بالفعل السياسي وتمس بالفاعل السياسي من باب ولاد زروال ومن باب بشمركة التي لا تمت إلى الأخلاق السياسية بصلة هادشي اللي خصنا نذكرو عليه سيد الرئيس التشويه ديال الفعل السياسي والفاعل السياسي عنده انعكاسات خطيرة على المجتمع المغربي خصوصا من باب التلويح بمصطلحات غريبة ولا تزور أنا لحد الآن ما عرفتش شكون هما دول الزرور وجاو شي ناس من الفضاء من كوكب غير كوكبنا ما عرفتش دابا السي علي عطيتك نقطة نظام في إطار الاجتماع ديال خليني السيد الرئيس نهضر لأن تما بيدك في إطار التقديم ديالك قلتي أنا غناخذ كامل الوقت لا علاش نضحك علاش نضحك علاش نضحك جلس عندك كريم وقفتيني شي حاجة كنتينا ملي كنتي السيد الرئيس يا سي حمام الله يجازيك السي حمام يا سي حمام يا خليفة الله يجازيك السيد الرئيس باش نكونوا عمليين أكثر والمواطن يستفيد والمواطن وضعوا الصوره عيب شنو وضعوا المواطن الصوره السيد الرئيس السيد الرئيس خلي ما تقاطعنيش انا ما قاطعتكش انت اللي كتهكم على السيد وما قاطعتكش خدام كتوري لنا الدور زيدنا الدور في السياد وفي القوانين وخلينا كنا انا اعطيني الكلمه عندك حق الرد عندك حق الرد علق كيف ما بغيتي السيد الرئيس نكون واضحين انا ما نسمح لكش لان اعطيتيني الكلمه ما يمكنش تقاطعني واخا لا رئيس لا اسمح لي اذا لا اسمح لي لا اسمح لي خصنا نوضعوا المواطن في مدينه طنجه في الصوره لا بنات وخليني نهضر واش حنا كنعملوا السياسه هنايا هذه افعال سياسيه خصها تنحلوها خص المواطن نوره يفهم الواقع قال لك والله يجزيكم بخير بدون شوشار الله يرضى عليك شوف حنا كنسكتوا هذا هي باب الاخلاق السياسيه اللي تعلمنا السيد الرئيس هي هادشي هذا هي الاخلاق السياسيه حنا ما عمرنا جينا شوف سيد الرئيس انا ماشي انا ماشي شوف هناك احزاب سياسيه صدرت عليها افعال سياسيه خص الراي العام نوضحوها وهذا من حقي انا هنا اش كنعمل انا عندي متنفس واحد هو الدوره هذو بيدك قلتيها ثلاثه المرات سيدنا
جينا تنسمنوا جينا كتسير وخليني نهضر وخليني نهضر ما خليكش تهضر. انا هنا عطيتيني الحق خليني نكمل وعندك حق الرب. وشو ما تعملش ديك السياسه الاستنزاف. انا بعد انا هنا بعد الغدا ما كاين حتى مشكل. السيد الرئيس هناك تمييع لمشهد السياسه. انا كنشرح سلوك ديال فاعل سياسي ديال طنجة فاعل جديد. وخليني نهضر. لا لا خليني نهضر. شوف ضيعت الحقيقه على المواطن. انا عندي الحقيقه عاش وشرت ما بغيتي. انا غنوصل فيك صافي من اللي بغيتي في استحضار الاخلاق السياسيه باش نكونوا واضحين. اللي جيتو كتعطيونا الدروس فيها عنشرح لك ما هي الاخلاق السياسيه. انا ثلاث سنين شوف وتينا كتسير كيما بغيتي. قلنا لك شي حاجه ولا هذاك شغل. لا لا اسمع واش دابا تينا حيت واحد اكثر من الناس ما يمكنش. لا اسمح لي راه العمده عطاني ما تسمح ليش. واش انا ما اسمح لك حتى انا ما اسمح لكش. شوف غتقول لي عندك وجوه ميساج واخا انا عندك ايها المواطنين مديره مدينة طنجة وبني مكادة على وجه الخصوص. ما يسمى بولاد زروال والعادي كاملة هي مصطلحات جاء بها الفاعل السياسي اللي جا جديد مدينة طنجة. باش نكونوا واضحين ولاد زروال هما مغاربة كما أن باش نكونوا واضحين كما أن العدالة والتنمية هم مغاربة أنها حملت بهم نفس البطن ودفعهم نفس الرحيل. باش نكونوا واضحين بدون مزايدات احنا واضحين وهنايا كنوضحوا احنا كنعملوا فعل سياسي يجب ان يتنزه عن المزايدات باش يفهم المواطن. انا في بدايه شوف ما يسمى بالعهد السابع. خلينا نهضروا وغاتعمل لي هاد الشوشاره وانا معاك هنايا والله ما نخرج من هنا ياك ما كاينش ولاد زروال هنايا. صافي سالينا وانا معاك انا هو الزروال. وهاد الديكتاتوريه راه مارسوا علينا ثلاث سنين غنعاودوها. هادي ديكتاتوريه تمارس على الفاعل السياسي. كونوا واضحين هذيك ديك المراكز اللي كتمولها. انا ماشي باش نشرح الناس اللي كتدافع عليك. انا ماشي نشرحها وانا غنشرحها. خليني نشرح وعلاش كتخاف علاه داكشي انا الحمد لله مزيان. صافي خليني نهضر مع الناس. لا لا انا كنحترم القانون وحنا هنايا ما بقاش القانون. كونوا واضحين القانون انا عارف ديك القانون هذا كاين القانون ياه الساده. وفي العهد ديالكم تقال لي سكوتر الحمار في اول سابقه في التاريخ فاعل سياسي ضد الحزب اللي كيقول يتمثل بالاخلاق السياسيه قال لي سكوتر الحمار. ما عمرها قازت ما قلتلوش ما مشيتش دعيتو بحال اللي كيدعيو الناس هما كيدعيو المواطنين. اول مره في التاريخ فاطمه بنت الحسن جبرت من هنا كتسمى الفوضى كتنتحر. واش باغي دير الفوضى؟ انا باغي ندير فوضى. لا لا اسمعها بهذا الكلام. الطريقه ديالك غندير فوضى. تينا التي تدعينا الفوضى تينا اللي غدير الفوضى وهذاك شغل عاشي. انا خليني نهضر. شنو هو المشكل؟ شنو هو المشكل؟ اسمح لي وصافي خليني انا غنخليك. واش عاودوا ماشي السيطره هذه صح؟ ايوا لا نوضوا صح وين شنو المشكل؟ وا طوبي السيطره هذه زافت شويه شو الانفه راه تصيب الامور والله حتى شويه الاريحيه كتخلي شويه الناس. خليني نهضر انا ما قلتش ما نهضرش في الناصح انا نهضر في ما كان شي حاجه. خليك تهضر صافي خليني نهضر واش عطينا عندك اللي دافع عليك ما خافوش راه كلشي بخير. صافي خليني نهضر انا خصني المعلومات يوصلوا مواطنين. واش كاين شي اشكال؟ وخلينا نوصل المعلومات ومن بعد قول لي رد عليا قول لي هادشي كامل كذوب. فين كاين المشكل؟ دابا تينا تسعى الى تمييع الجلسه. الممارسه ديالك كتسعى بها الى تمييع الجلسه لا اقل ولا اكثر. اي من كتخاف مين فين كاين هو المشكل؟ فين كاين المشكل؟ ما دمت نزيها ومنزها. المشكل يمكن لك تنزل من المنصه. لا ما تنزلش. نهار اللي تعمل شي معمل ان شاء الله تحكم في الخدام. انا ما حكمتش على شي واحد.
هذا تكون واضح. ديك السياسه تفكير المريدين هذيك تبقى في المجال ديالك. حنا هنايا نمارس سياسه، حنا كنمثلوا هاد المواطن، خصنا نوصلوا له معلومات باش يفهم باش نوروه. والمواطن كامل شاف ولاد زروان، اقولوا له شكون هما ولاد زروان؟ واش كاين مشكل؟ سيد الرئيس ملي كنقولوا انتم تمارسون العادات انا كنعرف اش كنقول. ما تجيش هنا تفلسف علينا بالقانون وكذا وانا من حقي ابداء الراي. يا من حقك من حيث الشكل انا ما كنتذكرش، ولكن بينو المواطن علاش ما تجين هنايا؟ علاش انا تينا بيدك دابا كتهضر وكترد على راسك، كتغني وترد على راسك، كتقول انا عن عمل غني ماشي باش مرقي ولد زروان. والاشكال اللي وقعنا في الدنيا في الكروه تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيمه. الله يهديك. انا كنطلب تشرب كلمه من هي الاخلاق السياسيه؟ من هي ذكروا؟ انا كنشوف عندك قنصه ضيقه، تكون عندك قنصه رحبه باش المواطن يفهم. باش المواطن يفهم انا ماشي، انا ماشي. لا 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 كتحتكر الوقت، كتحتكر كل شيء. الشريف هو دابا تيشوف ديك المنطقه بالاقطاعيه ما خدام فيها. عندك شي زريبه مشي سير. تحكم في الخدامه وقلنا هذا خروج هذا دخول. هي انا هنا كنمارس السياسه وكل حريه، لان اللي جابني هنا ما جيتينا. انا بعدك انا كنت صادق مع المواطن باش جابني هنا، ماشي انك كذبتي عليه دابا عاقبي. النقط ديال جدول الاعمال المشكل غير باش نكون واضحين من حيث الشكل ما كاين حتى مشكل. خدام كتزايدنا على السيد من حيث الشكل عندك الحق، قانون معك، ولكن رانا من ناحيه المضمون. تينا بيدك تقر بان اولا المشكل عندك دابا النقط كامله كتعلق في لونداميناجو اللي فشلتو فيه جوج مرات هو كيرجع. والنهار اللي كانوا الناس كيعترضوا تما في مجلس المدينه شنو كنتو كتقولوا؟ حنا عندنا ابداع الراي. اذا الاستخفاف بابداع الراي بدون نتيجه ما المجال ان نجيبوها دابا للدور. ثانيا تينا ما عيطتيش، شكون اللي عيذكر لك على 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 المقابر؟ احداث المقبره ب 29 قطار فيها نزع الملكيه، ماشي هما هاد الناس اللي كانوا كيتشكاو من الاحكام. وكتعرض هذا الضحك على الذقون، باش تكونوا واضحين. تجي تمارس عليا هنايا ضايع الوقت، تمارس عليا هنايا لغه الخشب. 29 قطار واش شينا قادره باش تشريها؟ فضل المديونيه وفضل الاكراهات الماليه اللي دائما في خطاب المظلوميه ديالك. واش استدعيتي الممثل ديال الجماعه المكلف بالمقابر كاطار فاعل باش يعطيك الافادات؟ وهذا هي المشكل. وعن اخويا ما نزيدش نضحك، لا ما تضحك، لا ما تضحك دائما هذه كتضحك كي هذيك اللغه خدامة. شوف عي خلينا نهضروا مع مواطن وضحك، تينا عي ضحك، تينا ثلاث سنين وتينا كتضحك، وهذا ما نزيدوش ثلاث سنين اخويا. باش نهضروا. انا كنعتبر كفاعل سياسي ملي خرجت ديك التقارير هي جافه من حيث المهنيه. علاش؟ لانها لا يمكن ان تتحقق، وبالتالي هي مضيعه للوقت. مضيعه للوقت والاستمرار في فصول المسرحيه ديال التفاهه اللي تعودناها، هذا مشكل. هذه نقطه في جدول الاعمال. اولا نزع الملكيه. ومن يجي تذكروا على احداث مقبره لما كذا، انا سؤال انتم الحزب الحاكم، ما مصير المقبره النموذجيه؟ دراه راه لا المشكل، واش عملتي شي مقبره؟ هي المقبره الاولى وما دارتش في ظل الاكراهات الماليه. دابا جيتي كتمارس عليا الديماغوجيه هنايا تقول لي لا انا في اطار ابداع الراي. واش هذه مواضيع مهمه المواطن؟ المواضيع ديالكم هي اللي سوقها خاوي. اش هذه اللغه هذه؟ بارك الضحك على الذوقهم. هذا هو الاشكال، هذا هو الاشكال. خلينا كتستافد هذاك شغلك من مكروميات ومازوت وكذا، هذا الشيء اللي جيتو تعملو. شي حاجه اخرى راه ما كاينش، والله ما كاينش انزازات، كاينه عمليه انتخابات باش تكون واضح. فيما يخص الملاعب، الاحداث الملاعب، علاش؟ انا كنعرفوا ان الوزاره هي اللي حتدت الملاعب اللي كاينين. واش عندك امكانيات الماليه في اقتناء الاراضي ثم باش نعملوا حنايا نزع الملكيه لهاد الاراضي باش نعملوا الملاعب ديال القرب؟ ما عندكش.
والغريب في الامر هو واحد الاحصاء قالوا لنا لا يمكن ان 3300 مواطن على ملعب واحد ضعيف هادشي مع العين باش يعرف المواطن ان عملنا سياره الاسعاف واحده ل 400000 نسمه شنو هذا التناقض شنو هذا التناقض في هاد المعايير ديال الاحصاء هذا جوج في الاموات جوج ديال المقاطعه واربعه ديال مجلس المدينه ما كاينش ثانيا شكون اللي مكتوب تما تصلوا بالاخت بن عبود ماشي الله يهديك بس سياره شي واحد هذه اللي انتخابات نمرات بن عبود اتصلوا بها شنو هي المعايير شنو هي المعايير شنو هي المعايير ديال الاسره المعويزه قولوا لنا عباد الله عباد الله يا السكان بني مكاده قولوا لنا شنو هي المعايير اللي غيتاخذوا هاد الناس في اطار انهم ينقوا الاسره المعويزه شكون هي وشكون والملف غيتعرض على اللجنه اللي عتبت فيه تيكون خانا خرجت منه بالله عليكم مجلس مجلس المدينه والجماعه الترابيه في المغرب ما قدرتش تعمل عامله صاحب الفهامه علاش يا الناس دي 400000 نسمه سياره واحده ايكيب واللي خصنا ملي مرطنا شي واحد خصنا نتصلوا بالاخت بن عبود اللي عتقولنا هذا عنده ميول عدلاوي هي ما كاينش اسمح لنا هذا الشيء هذا عندنا الملاعب ديال القرون عندنا الملاعب ديال اسمح لا اسمح لا اسمح اسمح الملاعب ديال القرب الساده الملاعب ديال القرب الساده الساده ما معنى انك تعمل احداث وتعمل تنظيم وانك انك تسير في المستقبل الملاعب في غياب مندوب ديالها ما هضرش معاك في اللجنه شنو كنتي كدير في اللجنه كتذكر بوحدك مع من ما كاين لا مندوب ديال ما كاين والو مع من كتهضر نقطة سميدة في نقطة سميدة في نقطة سميدة والله لبيتيها احنا سالين انتوما تحكمونا لا ولا خلينا لهم السيطرة هذه السيطرة هي هي ديك السيطرة السيطرة خاصها منكم عزيز المنتزه الطبيعي لا بلاتي يا السادة السادة يا خويا الرئيس كيقول لكم واش ما بغيتوش تعطيو للناس منتزه طبيعي ولاية فيرجينيا ما بغيتوش حيت حنا كنزولوا لان واحد الاخ هضر مره اخرى وقال بان 50% المقاطعات كان خاصها تمشي لاداء النفقات الالزاميه اللي هي كريدي والمقاطعات يكتفعوا ب 50% شنو كتبوا؟ قطعوا عيدك 50% المواطن هذا كيزول لكم النفقه ديال المقاطعه ويل للمصلي سياسه الاعلام اما الحقيقه ما كاين حتى شي حاجه نرجع للمنتزه الطبيعي المنتزه الطبيعي بلون داميناجمون عاود تعرجوا لي بلون داميناجمون عاود رجعوا النزع الملكيه وحنا عندنا اكراهات ماليه عدم توفر الامكانيات اذا شنو المنتزه الطبيعي واش يجي تضحك علينا هنا واش الوهم من الناس ان فعلا عملكم منتزه طبيعي اذا ها المشكل ماشي كيسيون ديال ابداع الرعي لان من ما يمكن شيء انك توفر اطار تنزيل القرارات وتنفيذ ديالها المواطن كتكون كضحك عليه ديك الساعه كنقولوا اننا كنمارسوا الديماغوجي على المواطن اللي من منا المواطن هي ما يجرب فينا في هذيك مختبر التحالي هي ما يجرب فينا وهنا كنربط الكلام ديالي بان ولاد زوال هما مغاربه كما ان العداله والتنميه هما مغاربه هذا هو الاشكال الناس هذو مال علاش هذوك عيوا على ولاد الزهر؟ شكون هما ولاد الزهر؟ هذوك خرجوا في سياق سياسي للتساؤل شكون علاش غنخرجوا؟ علاش غنخرجوا؟ خليك جدول الاعمال لان هذاك اللي جا راكب عليه ما كاين حتى مشكل رجعوا ان شاء الله رجع جدول الاعمال غنمشي لك نتامر السيد الرئيس بالله يا علي كانت هي واضحه وكتقول بيدك كتقول لي برنامج ديال الاستثمار اللي عملنا مجال ديال الصرف الصحي عرفتوا باش يعرف المواطن فينا طنجة ان التعاقد مع هاد الشركة كان ديال العدالة والتنمية هي اللي ربطتنا منا مع امانديس وباش عرفوا باش عرفوا سمعوا هذه مزيان سمعوها النهار اللي كان غلا الاسعار ديال امانديس شكون زاد زادت الحكومة باش عرفوا ملي زادت شكون جا لنا جا السي بن كيران مع انا داك الوالي حصل شنو عملوا
عملوا اقتراح ديال العدد المشترك. مزيان. ولكن ما قالوش كل شيء المواطن، ماشي فهم المواطن. أن العدد المشترك يحسب لك الثمن الأشهر كاملين في الشهر الأول، باش نهار نقصت التكلفة. ولكن ما قالوش من المواطن بأن أمانديس كتفكتوري ثمن أشهر، ديك الفاكتورة ديك الفرق، شكون كيأديها؟ ما قالتلكمش، كتأديها الجماعة. شتي ها فين مشى الملعب. ما قالتلكمش يا عباد. دابا عنجي في إطار برنامج ديال الاستثمار. أنا كنتذكر على واحد البرنامج ديال الاستثمار، اللجنة ما استدعت أمانديس، ما استدعت سلطة، حيث أنها المشرفة على طنجة الكبرى، والبيدجي ديال برنامج الاستثمار هو جزء لا يتجزأ من طنجة الكبرى، باش تعطينا واش كاين الإمكانيات المتاحة ولا لا. ثانيا ما استدعتش العمدة أو مليون التلوى، لأنه رئيس دمار، رئيس ديال برنامج الاستثمار. اش على مغالطات؟ وجينا هنا وقلنا نحاول الزنقر ولا نقول الصحيح مننا نقول زيد ولا نعرف داكشي ما خدامش. انا جينا كنقول لكم كيمارسوا العادات، كنمارسوا ضياع الوقت. ملي كنذكروا كيقول لك لا. انا بالعكس انا ما عنديش اللي نهضر، انا هذا هو الوقت اللي غنهضر. غير راح بالصدر ديالك ما كاين حتى مشكل، انساهم على واحد السياح. انا السياح اللي باغي نمشي ليه هو واحد، هو القول بان لا فرق ما بين العداله والتنميه وباقي الاحزاب، لانهم صناعه واحده. هادشي اللي خصني نفهمو واحد باش نتذكر. يلا شكرا. لا باقي ما كاينش شكرا. شكرا. لا 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 خاطي وخاطي خاطي لا لا واحد القضية دابا اختارت بسيرة سيرة التحالف. نعم هي كتبت في التوصيل، كتبت في التوصيل، كتبت في التوصيل، ولكن ستقول النقط كلها ما كاين مشكلة. لا 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 باقي باقي في الملاعب، باقي في المنتزه، وباقي في العدالة والتنمية غنحبسك. دابا كنطوح في اطار النقط شكون؟ وصافي احنا باش نتوفر فهمتيني؟ دابا دابا يلا شحال باقي الكروب؟ 15 دقيقة. ايوا هضرنا قدك راه كافي. لا واحنا ما هضرناش قدك، ملي دخلتي انتي كتمشي وكتفرض. شوف ديك السياسة اسيدي اسيدي باش تفرض راسك راه صعيب. الله يرضى عليك. انتينا رئيس نحترم كل احترام، نقدرك في اطار السياسة، انت تمثلون. دابا حنا وانا بالتمثيلية ديالك اللي اسمح لي وعيس مح رغم عن انف صافي هي دي صحيحه صافي رغم عن انف يا صافي وخليني نهضر وخليني واش شي لا تنازل هذا شي لا تنازل وخليني نهضر اذا انا عشر شي لا هذا هو الاعتراف هذه الاخلاق السياسيه هذه الاخلاق السياسيه عطيني الزملاء ديالك لا وهذاك شغلي خليني وخلي الزمن ديالك ماشي وتتسالي وخلي تستنزف الوقت ما كيتمش. تينا الرئيس ديالي كتمثلني ها عطيناك والرئيس ديالي الرئيس ديالي جا في الفيسبوك ديالو في الصفحه ديالو كيقول كلنا حامدين. انا ما متفقش انا كنقول بان المتهم مغربي والضحيه مغربي كلنا مغاربه نحن كلنا مغاربه هاد السياسه ديال هاد السياسة ديال المجتمع المغربي لا نريدها. كلنا مغاربة، المتهم مغربي والضحية مغربي والقضاء مستقيم. وإذا بغيتي تهضر بهاد الطريقة ظلم السياسة بالجماعة، لأن من سيدافعوا عن الضحية شكون؟ غنجيبوا الناس من كندا يدفعوا على الضحية. هادي الجدوى الأعمى. ماشي مشكل. لأن حنا متهمون بالتجيش. الحمد لله كاينة المكافأة دابا في التجيش. الرئيس ذات الغيرة. راه كتعمل فوضى.
السلطه السريلانديه. السيد الرئيس دابا اسمحني. لا انت قلتي كتحترمني كرئيس. كنحترم. دابا انا السيد المستشار المحترم عطيتك نقطة نظام وهدرتي في جدول الاعمال. دابا يمكن ما هدرتش انا في جدول الاعمال. دابا السي العلاج. السي العلاج. خلينا نهضر لا عنده رغبه اخرى. دابا الامور الاخرى مكانها مكان اخر. جا بغيتي هادشي تناقش فيه يمكن لك عندك بزاف وسائل اخرى. دابا في الاطار جدول الاعمال ديال الثورات الناس المقاطعه في جدول الاعمال محدد. هضرتي اديتي الراي مرحبا. تكلمتي في المقبره وفي الملاعب وفي المنتزه وفي الاماندين ما كاين حتى شي مشكل. خارج هاد النقط انا لا يمكنني ان اسمح باستمرار في هذا. اولا شوف السيد صافي ثلاث شكون اللي ساليسياتينا؟ خليني ثلاث نقاط نظام اخرى ديك الساعة مرحبا. دابا كاين حتى شي مشكل كاين بزاف مجلس 47 واحد غير هكا. إلا عطينا المثال بالكامل راه المجلس. راه خلينا هو يكون نقطة نظام جوج دقائق. شنو هو صاحبي؟ أبشر. السيد الرئيس نقطة نظام انا باقي ما ساليتش. لا انا اللي كنحدد. انت اللي كتحدد. لا نعم. انت اللي شكون يحدد لك؟ انا اللي كنحدد. قانون ها هو. السيد الرئيس اسمع غير تنوير من الراي العام. شنو المسرحية المسرحية التفاهة اللي عملتي اليوم قسما بالله. عطيني نقطة نظام. هذاك تشيكي فارا ديالكم عطيني نقطة نظام. غتفكر من هذيك المنصه وغتستمع للاراء الاخرى ديال الزملاء. انا غنختم وعنجلس واللي عنده شي حاجه يجيب دابا عندنا حتى مشكل. لا لا خافوا لو متلائم واضحين. ايوا باللغه هذيك شحال هذه راه تسالت لان حنا واضحين. يلا وقتي بالك. لا ما كنهديو وما كنعملو والو. واضحين. ما كنعملو ماسوط ما كنعملو طابور ما كنستافدو. واللي بغى يهضر نذكرو على الاستفادات. انا اختم. اولا شوف سيد الراس بدينا معاك في المستوى. السيد طرح سؤال جاوبتيه عطينا لك كامل الصلاحيه والوقت ديالك. ملي جينا حاولتي انك تميع الاجواء في المداخله ديالك. علاش ما نعرف؟ باش يفهم المواطن. حنا ما هنا ما غنزيدو عليك. ما كنا غنجبدو في شخصك. ما كنا غنتهمو شي واحد. ما عندنا حتى شي حاجه تسمع شي واحد. حنا كنعملو السياسه وجينا هنا باش نتكلمو بما تقتضيه التجربه السياسيه ديالكم في الظرف ديال 3 سنين. خدتوا النفس ديالكم الطويل ما عمرنا تذكرنا معاكم لمده 3 سنين. جينا باش نقيموا يعني في سطوع تجربه. علاش جينا بديك الطريقه؟ بغيتي تسمع لنا؟ بغيتي عرقتينا؟ علاش علاش زعما بحال اللي كتقول انا هذوك العدل والتنميه هذاك العمده عطانا الفرصه كامله هضرنا فين كاين المشكل؟ علاش زعما تينا؟ حيت تينا زعما قافز اكثر منه وما يمكنش يسال. اش نطيح عليه هذا شحال هذا؟ شنو هذا؟ ضرب على راسه زعما انا مستشار انا غلطت
كاملين مستشارين حفاظ الله يبارك فيك. تبارك الله. لا تبارك الله. الله على غيانا. الله على غيانا.